كتشوفوا معنا متتبعين قناة أخبار الفرج المغربية. منذ قليل طلع رجل ديال الوقاية المدنية طلع معها القرعة ديال الأكسجين باش يزودوا الطفل ريان بالأكسجين. كل ينتظر تلك اللحظة، كلنا بصراحة ننتظر ذلك تلك اللحظة، عفوا لحظة إنقاذ ريان من داخل البئر. J'espère que Dieu va le sortir de cette épreuve. Oui, Jean. شوف معنا من فوق الجبل كيتواجدوا رجال الوقاية كيحاولوا أنهم يزودوا ريان بالأكسجين. يعني تشجع البوزيسيون اللي كان فيها في الأول؟ تبدلات. نعم. شكرا. سولناه على الكاميرات واش الكاميرا كتبين ان ريان باقي على قيد الحياه، قال بان صعب جدا هذه المره على ان الكاميرا تبين لنا واش ريان باقي على قيد الحياه او لا. سولته علاش واش تبدل له البوزيسيون اللي كان فيه، قال لك ريان تبدل على البوزيسيون اللي كان فيه. نتمنوا خير، هذه المعطيات الجديدة اللي عندنا. ريان دابا هذا اليوم الخامس اللي باش كيتواجد في داخل البئر. ريان دابا يوم الخامس ان شاء الله بحول الله، وكنتمنى يكون الخرج ديالو هذا اخر يوم ان شاء الله بحول الله، وكنتمنى اخوتنا المغاربه من طنجه الكويره يعني يديوه بتعاون فهمتي، في السوج وفي الركوع فهمتي، في النفسيه ديالنا ما نبقاوش واحد بالعاب الثقال. يعني كان قال لا والي 4 أيام ما جبدوه، قال 5 أيام ما جبدوه، قال 10 أيام ما جبدوه. الانسان خاصو يجي لعين الماكل ويشوف، بحال بيدانا الله يسمح علينا كنا كنتأقلو كنقولو كيفاش باقي ما جبدوه، والحق ملي جينا لعين المكان راه صعيب الامر شويه غير فهمت. يعني كاين الدول يعني غتقول لك راه صعيب الامر فهمتي، يعني صعيب الامر جيدا، يعني التربه يعني فيها الانجراف كذا هو، يعني كيكون قريب من يوصلوا للوالد، يعني باقي لهم غير مطر جوج الامطار، يعني اللي الدراري اللي كيسمعوا الصح فهمت. يعني البارح قال لك باقي جوج المتر في العشرة بالليل كنا غادي نجيب للناس يعني السير هما، وحنا حاضرين حنا حنا يعني في عين المكان حاضرين على هذا الشيء هذا باش ما يقولوش الناس كيكذبوا ولا. وهي هبط واحد الترن بالانجراف مني هبطت عطاتهم تقريبا 5 ساعات بالخدمه بالروطه بسبب ذاك الانجراف اللي وقع. الانجراف اللي هو يعني عطى 5 ساعات بالخدمه، عاود كيعيطوا لنا الدراري كيتصلوا بنا في الهاتف كيفاش انتم واش باقيين في عين المكان، كنقولوا لهم مازالين، كيقول لك انتم ساعات المكانه قال فيه جبدوا قال كذا قال، كنقولوا لهم يعني الانجراف كيهود فهمت، يعني باش الانسان ما يديش الغلط فهمت، يعني واحد الصعوبه جيده يعني عاطيه للخدمه الاشغال العموميه، راه كاينين الناس مساكن سهرانه يعني بروح جيده بروح جيده. كنشكر ديك الناس اللي مسؤولين ديك صحاب الماكينه التراكسان ديك صحاب الاشغال العموميه كامله، يعني علاش يعني خدامين، وكاين الناس مساهمه بالتراكسات ديالها بالمازوت ديالها، يعني بالشعب ديك الدوله، يعني يعني كنتمنى هذا يعني كل شيء مساهم لانقاذ الطفل ريان. من قبل هذا الشيء هذا ريان، يعني الدوله والشعب كانه حنا فهمتي ما عندناش شي تفارق بيناتنا، قال يعني هذا مخزن وهذا مواطن، يعني كانه في هذه اللحظه هذه يعني المخزن مسكين داير واحد التضامن مع الشعب من اجل الشعب، والشعب داير التضامن من اجل الوطن. يعني كنتمناو الاخ ريان يجلس في اقرب وقت، وكنشكر السيد العميد السيد الوالي السيد كونونير فهمتي، وكنشكر الناس ديال الدرك الملكي القوه المساعده. متتبعين قناه اخبار الفجر المغربيه، احنا
مازال فين واقفة والوقاية المدنية. تكون بعيدة ولكن غادي نحاول نزومي. فين شفناها دابا؟ غادي نحاول نقربو شي شويه حداها. هليكوبتر فين واقفه؟ شتيها؟ ضربنا ديك المسافه كلها والهليكوبتر ها هي. ربي يخليك سيدي. كي كتشوف معايا متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية، خرجنا من المكان اللي كيتواجد فيه البير اللي فيه ريان، مسافة كبيرة باش قدرنا نوصلو هنا ونخرجو البراج الثاني. ياك هذه هي لاكوبتر اللي كتسنى باش ترفع ريان. حداها الوقاية المدنية، خليكم معايا باش نقربكم ليها أكثر. هاديك هي كتشوفوا هذه سيارة الوقاية المدنية وهذه هي الهليكوبتر. شكرا لكل الدول العربية وشكرا لكل دول العالم على المساندة ديالهم. نسأل الدعاء إن شاء الله، استمراري في الدعاء إن شاء الله من أجل طفلنا ريان. متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية، حنا كنا في طريق العودة إلى منازلنا. دابي كنشوفو الهليكوبتر واقفة هنا، فقررنا أننا ننزلو ونديرو لكم لايف باش نقربوكم من الصورة أكثر. حنا كنعرفو أن العديد من الناس كيتابعونا عبر الهواتف ديالهم وفي المنازل ديالهم، هذاك الشيء علاش حاولنا أننا نقربوكم من الصورة أكثر. إذن السلام عليكم لكل متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية. كيف شو معنا قبيلة تكلمنا على أن أم الطفل ريان والوالد ديالو ركف ديك السيارة ديال الإسعاف اللي كتواجد قرب البئر، اللي لحد الساعة الأم ديال الطفل
والاب ديالو لحد الساعه كيتواجدوا داخل سياره الاسعاف. معلومات كتقول انه الطفل راه خرج، استطاعوا انهم يخرجوه ودايرين له على حسب ما كيقولوا الاسعافات، وكيتسناو يمكن شي حاجه باش يقدروا يخرجوه، والهليكوبتر كتسناه. ف كنتمناو اننا يشوفوه الناس عما قريب خارج باش يمشي لوبيطال. هادشي اللي كاين، عينا ما نتسناو، جلسنا تسنينا بزاف، ما بقاتش الطاقه بزاف. كل صراحه الله جميع ديال المراسلين عيا، والزوار اللي كيتوافدوا هنا كلشي عيا، عينا بالوقيف. درجه كتشوفوا درجه الحراره كانت كثيره، ما بقاش الانسان قادر يستحمل، حتى ما بقيناش قادرين ولا باش نوصلوا اننا نشارجيو الهواتف النقاله ديالنا، كلشي كيشارجي. ما بقيناش مشكورين الناس ديال هذه المنطقه اللي تعاملوا معنا، كبروا بينا، رحبوا بينا بكل صراحه الله، رغم هذه الحاله النفسيه اللي كيعيشوها، قدموا لنا يد المساعده بكل صراحه الله. فعلا هو كل واحد شنو كيقول، ولكن حنا كنشوفوا ان السيد اللي تيقولوا له الصحراوي سال المهمه ديالو، حد ساعه راه جالس. الام والاب ديالو ركبوهم في الاسعاف اللي كتواجد ليه، الناس كيتسناو غير الخروج ديالو، كيتسناو على الاحوال ديالهم، غادي تجي شي سياره ديال الاسعاف اخرى او شي مسؤول. كنتمناو مشكورين الابطال الصغار اللي داروا محاولات باش ينزلوا يعتقوا ريان. عسى خير ان شاء الله التاخير هذا، عسى خير. الناس ما ملوش رغم العياء، رغم التعب اللي عليهم، رغم ما نقولوش قله الاكل، لان تبارك الله جابوا مساعدات، حاولوا يزودوا الناس بحليب، تمر، عصير، شي حاجه هكاك. مشكورين الناس ديال هذه المنطقه اللي تعاملوا مع رجال الاعلام، عاونوهم باش انهم يشارجيو الهواتف ديالهم، الكاميرات ديالهم، عاونوهم خرجوا لهم الماكولات. زعما رغم ان الحزن اللي فيهم، ولكن شكرا، شكرا لاي شخص مد قدم يد المساعده سواء بالقليل او لا بالكثير. غادي نرجع نقول الحمد لله على نعمه الاسلام. نتمنى ان ريان يكون باقي عايش فعلا. اذا متابعين قناه اخبار الفجر المغربيه، غادي نقول لكم من هنا احنا يمكن غادي نشدوا الطريق في هذه اللحظه هذه، و املنا كبير ان شاء الله اننا احنا غادي في الطريق يقولوا لنا صافي راه خرجوه. كنا بغينا ننقلوا لكم اخر لحظه ديال ريان وهو كيتنقل على الاسعاف او على الهليكوبتر، لكن الظروف اننا ما كتساعدناش اكثر، نظرا للعياء، و عندنا مشكل ديال الاكتضاد اننا باش نشارجيو الهواتف النقال ديالنا. حنا غادي نحاولوا نخرجوا في الطريق، اذا تصادفنا مع سياره الاسعاف ودخلت نقدروا نتسناوها على برا، ونقلوا لكم قدوم ديال سياره الاسعاف ديال الطفل ريان او ووالديه. هادشي اللي كاين، شكرا لكم، ونتمنوا وبغيناكم وباقي نبغيناكم انكم تزودوا ريان بالدعاء. متابعين اخبار الفجر المغربيه، كنتم مع جريده اخبار الفجر المغربيه، شكرا لكم. متتابعين قناة أخبار الفجر المغربية، الحمد لله جاء وقت الفرج. إذا بي ريان الآن يركب سيارة الإسعاف ومعه والديه في اتجاه إلى
طائرات الهليكوبتر. بعد ما كنا انتقلنا من عين المكان في اتجاه الى مدينة القنيطرة، الرجوع الى المكان كنتمنوا اننا نشدو الهليكوبتر قبل ما تحلق فوق السماء. الان سيارات الاسعاف خارجة من المكان ديال من المكان اللي كيتواجد فيه البئر، وكنا كنعرفوا ان كاين صعوبه باش تخرج سياره الاسعاف من تما. كنتمنوا اننا نشدو نلحقوا عليه، وكنتمنوا ان يكون ريان بصحه جيده. نتمنى ان يكون ريان بصحه جيده، بشرى ساره لكل متتبعين قناه اخبار الفجر المغربيه. ريان الان تحمله سياره الاسعاف الى طائرة الهليكوبتر الوجهة لا ندري إلى أين، لكن كنتمنى أننا نلحقوا عليه. كنتمنى أننا نلحقوا عليه قبل ما يوصل السيارة الهليكوبتر باش نحاولوا نقلوا لكم. نسألكم الدعاء. كنتمنى أن ريان يكون بصحة جيدة، وعلى انه يتعافى ان شاء الله ويرجع للاسره ديالو. الحمد لله. الكلام اللي كنا كنقولوا بنهار ان حنا غادي نرجعوا لنفس الكلام اللي كنا كنقولوا، وشفتوا كلكم معنا ان الام والاب ديال ريان ركبوا في السياره ديال الاسعاف وكانوا قرب البئر. كانوا بعض الناس يقولوا بان اشاعات كاذبه، لا حنا نقلنا المباشر وشفنا ان الام والاب ديال ريان ركبوهم في سيارة الإسعاف، وكانوا جالسين كيتسناو تما حدا البئر حتى ظلام الحال، حتى ظلام الحال، ونزلوا الأب والأم ديالو أمام البئر، وبعد ذلك طفل ريان الآن بسيارة الإسعاف متجه إلى مروحية الهليكوبتر. كتشوفوا معنا كاين البراجات، كاين البراجات بزاف هنا. عفوا، كاين المنعرجات بزاف هنا، والطريق شويه خطر. لا اله الا الله. كنشوفوا زملائي الاعزاء، كنشوفوا الناس في الكومونتير اللي الان متبعين يمكن المباشر ديال القناه الثانيه، كيقولوا بانه مات. لا حول ولا قوه الا بالله. حنا طايقين لللايفات وما عندناش فين نشوفوا، من غير كاين معنا الزميل غادي نخليه يشوف في الهاتف ديالو. دخل شوفنا المباشر ديال جوج دوزام. طلبنا من الزميل ديالنا اللي تيجلس في الخلف الان انه يدخل المباشر ديال دوزام باش يتاكد من الخبر اللي قلتوا لينا دابا في لي كومونتير. كنتمنى ان ما يكونش. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان لله وانا اليه راجعون، ان لله وانا اليه راجعون، ان لله وانا اليه راجعون. لله ما اعطى ولله ما اخذ. متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية، زملائي هنا بلي كومونتير عن كلا الجريدتين كيأكدوا لنا وفاة ريان. ريان بصراحة اللي كنا كنتسناو، ريان اللي كان العالم كله كيتسناه يخرج ويرجع بين الأحضان ديال الأسرة ديالو. الجزيرة ديالنا حنا رجعنا وقلبنا الديميتور على لا وعسى اننا نشوفوا ديك اللحظه اللي ريان غادي يركب
في الهليكوبتر ومتوقعين ان ريان غادي يكون حي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. هذا الرسم قطعنا كيلومترات في الطريق من أجل ريان والله. إن لله وإنا إليه راجعون.